انا افتكرت حاجه جميله قوي كنت عايز احكي لك عليها صابر. مزيكا بعد 14000 سنه ضوئيه، بعد 11 اسبوع عم بيواجهوا نفس الخطر. انا فخوره فيكم. وصلنا الى النهائيات. اسمي درباس الخشن. جاب لي شوكولاته بدلعوني دودو. مشهد معمول حلو قوي قوي قوي، عملت اداء بياخد العقل. مش ملاحظ حاجه كده، رجلي منمله. مشهد جميل. مبروك، انت هتبقى ام. اخيرا حبام. انت ليك علاقه بيها؟ اني بيحرص له مرضه وبيحرص لي مرضي. يا احمد بس احنا على الهوا. ده انت جدك كان زباله. اللي ما يعرفك يجهلك. وانت اتجننت في مخك. كلهم موهوبين. مين هيغادر في الحلقه النصف نهائيه مع اطيب التمنيات؟ ومين هيكمل المشوار؟ انا عارف انه صعب بس حاولي يا اخويا. وانا هجيب نفس منين ليفوز بلقب، أول لقب من نوعه بالعالم العربي، نجم الكوميديا. الحلقة النصف نهائية الليلة 9 مساء. يا سلايا يا بومبوناية أنت يا حلو. دي حلوة أوي. والحلقة النهائية غدا 7 مساء على أنا أحب زي الناس بس كده.